السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر، الله أكبر، الله ليحيوا به حتى يعيشوا سالمين
ويحيوا آمنين ويتعاملوا بينهم بسلام دائمين. ولما لا؟ وأن الله عز وجل اختار له من أسمائه السلام، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام، وجعل تحية الإسلام هي السلام، السلام عليكم ورحمة الله، وجعل تحية أهل الجنة السلام، بل جعل الجنة هي دار السلام، لهم دار السلام عند ربهم، فاللهم ارزقنا جميعا دار السلام يا رب العالمين. وجعل من صفات ومميزات الجنة السلام، أنهم يدخلوها يوم القيامة بسلام، إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين. وجعل السلام ممن يدعو به أنبياء الله سبحانه وتعالى، وخلقهم بهذا، فقال على لسان بعضهم: سلام على نوح في العالمين، وقال أيضا: سلام على إبراهيم، بل وقال: يوم أن تآمر المتآمرون على نبي الله سيدنا إبراهيم، واتفق المغرضون أن يلقوا به في النار التي أشعلوها، فما كان من الله إلا أن أعطاهم مرادهم، فرموه في نيرانهم التي أشعلوها، ولكن العناية الإلهية حانت، فجاء النداء من المولى: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. ولما لا؟ ونادى موسى عليه السلام، أو سيدنا عيسى عليه السلام: والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. فكأن السلام بهذا المعنى له معنى كبير وله مفهوم جميل. أراد الله عز وجل منا جميعا أن نحيا في حياتنا سالمين، ويأتي السلام في الحياة انطلاقا من القرآن الكريم: كيف يحيا الإنسان سالما وفي سلام، فيتحتم أولا أن يكون بين الإنسان وبين نفسه في سلام. فالإنسان خلقه الله عز وجل بفطرته صالحا للخير وصالحا للشر، عنده الأخلاق الطيبة وأيضا النزوات الخبيثة، فإذا التزم الإنسان بأخلاقه الطيبة نازعته الأخلاق الخبيثة أو النوازع الخبيثة كي تطغى عليها، معللة بتعاليل أو حجج ما أنزل الله بها من سلطان. وكيف يحيا الإنسان في سلام مع نفسه؟ إذا كان راضيا عن ربه وعن عطاء الله له وعن رزق الله عز وجل له، فإن الإنسان إذا رضي بما أنعم الله عز وجل عليه به فسيعيش في سلام. ونعمة عدم الرضا هي التي تبعث على عدم السلام بينك وبين نفسك. ولذا قال الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما. وجلس الحبيب المصطفى ذات يوم فخط بيده طريقا مستقيما،
هذا طريق مستقيم وهذا هو الدين القويم. ثم جعل خطوطا متعرجة على هذا الخط فقال تلكم السبل التي تنازعكم. فكأن الطريق الذي تسير عليه بسيارتك طريق ممهد وطريق سليم وتسير عليه بسلام، فيأتي إليك من ينازعك أو يضع لك حجر عثرة في طريقك أو يقول لك ادخل من هذا المكان، وأنت تريد أن تسير إلى الأمام فتنازعك نوازع الشيطان الخبيث واللئيم أن تدخل يمينا أو أقصى اليمين أو أقصى اليسار. فإن الإنسان إذا رضي بما أعطاه الله عز وجل وبرزق الله له ولم ينظر إلى غيره فنزع الحقد والحسد على الناس. إذا كان الإنسان راضيا فإنه لم يكن حاقدا ولا حاسدا، لأنك إذا رضيت بعطاء الله مع أخذك بالأسباب في عملك وفي كل ما أتيت ثم بعد ذلك ترضى بما أعطاك الله إياه ولا تحقد على أحدا ولا تحسد أحدا فيما أعطاه الله إياه، إنك عند ذلك تعيش في سلام. وإذا عشت في سلام لا تحمل حقدا على أحد، فإنك أيضا لا تحمل في صدرك أي شيء تجاه أي أحد. ولذا سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما وأرضاهما عندما كان جالسا ذات مرة في حضرة صحابة النبي الكرام وقال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يدخل عليكم من هذا الباب رجل من أهل الجنة، فانتظر فشد الحبيب المصطفى أنظار الجميع ينظرون إلى الداخل الباب لكي يعرفوا من أول الداخلين حتى يكون من أهل الجنة. هل هو من الصحابة؟ هل هو من مكثري الصيام أو العبادة أو الصدقات أو ما إلى ذلك؟ فإذا به رجل من عامة الناس ليس من الصحابة المتصلين بالحبيب المصطفى أو المكثرين للعبادات أو الصدقات أو ما إلى ذلك، ولكنه رجل من عامة الناس. فسكت الجميع ولكنهم تعجبوا، وفي اليوم التالي وفي اليوم الثالث تكرر كلام الحبيب المصطفى عن هذا الرجل، وهذا الرجل هو الذي يدخل من باب المسجد. مما دفع سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنهما وأرضاهما أن يذهب إلى بيت هذا الرجل فيفتش عن فعله، إيه الموضوع؟ الرجل ده من أهل الجنة وسيدنا النبي بشره بالجنة ثلاث مرات أو ثلاثة أيام متواليات. فدخل عليه بحلمة، جئت ضيفا ثلاثة أيام، ثم نظر فكان ينام، ثم بعد ذلك يستيقظ يوهم صاحب البيت أنه نائما وهو مستيقظ ليرى ماذا يفعل، فرآه لا يقوم من الليل الكثير حتى يستيقظ قبيل الفجر ويصلي الفروض ثم يذهب إلى عمله ثلاثة أيام. وفي اليوم الثالث قال يا هذا والله ما جئتك لأمر إلا لأنظر ماذا تفعل حتى يبشرك رسول الله بالجنة، فقص عليه حدث كذا وكذا، قل لي بالله عليك ما الذي تفعله حتى بشرك الحبيب المصطفى بأنك من أهل الجنة. قال يا هذا أما وإنك سألت عن ذلك فخذ، أما والله إني لا أزيد ولا أنقص عما رأيت، اللي أنت شفته إن أنا بصلي العشاء وبأنام ثم أستيقظ قبيل الفجر وأصلي الفجر وأذهب إلى عمل وأعود في آخر النهار لا أشغل بالي بأحد حتى إذا وضعت رأسي على وسادتي، ساعة ما أجي كده أخذنا وحط رأسي على وسادتي نائما لا أحمل في قلبي حقدا أو غلا على أحد. فقال الصحابي الكريم صدقت أيها الرجل وصدق الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. فهو يعمل
إلا أنه لا يحمل في قلبه غلا ولا حقدا على أحد في الدنيا. فإن كان لا يحمل في قلبه غلا ولا حقدا فإنه يكون راضيا بعطاء الله، ولما لا؟ فمن كانت هذه صفاته في حياته الدنيا استطاع أن يكون من أهل الجنة. ونعلم أيضا أن في الجنة لا يدخل أحد من الجنة في يوم القيامة إلا بعد أن ينزع الله عز وجل من قلوبهم الحقد والغل. قال تعالى: ونزعنا ما في قلوبهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. جعلنا الله وإياكم من أهل الجنة يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام الأنبياء وخاتم المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، الجمع الأمين. إذا كان الإنسان راضيا عن نفسه قانعا بعطاء الله له فإنما يستطيع أن يحيا في سلام. كذلك تعيش في سلام بينك وبين الله أو مع الله أن تلتزم بعبادتك لله فتؤدي ما افترض الله عز وجل عليك به، ولا تقترب ما حرم الله. يعني الله سن أو فرض فروضا فلنلتزم بتأديتها، وسن الحبيب المصطفى سننا فلنؤديها إن استطعنا، وإلا فلنلتزم بالفروض. وأيضا حذرنا الله عز وجل ألا نقرب الفواحش ما ظهر منها وما بطن. فإن ابتعدنا عن الفواحش وعن المعاصي عشنا في سلام، وإن تقربنا منها أو نازعتنا ففعلناها انتزع السلام منا شيئا فشيئا. حتى وإن كانت هناك دوافع كثيرة، فهناك دوافع تدفع الإنسان لكي يعصي، تدفع الإنسان لكي يسرق، تدفع الإنسان لكي يبتشي، ولكنه إذا علم أن ذلك مما حرمه الله وعليه ألا يطلب الرزق إلا بطاعة الله، فإن الله عز وجل قدر لكل نفس رزقها وآجالها، فأجمل في الطلب فإنما عند الله لا يطلب إلا بطاعة. ولذلك تنازل الشهوات الإنسان، فإن تغلب على شهوته كان يحيا في سلام، وإن تغلبت عليه شهوته كان لا يعيش في سلام، يعيش في قلق وفي خوف وفي اضطراب نفسي واجتماعي. نفسي إذا خلا بنفسي فإنما يأتي محارم الله، وإذا كان في المجتمع يكون دائما خائفا لأنه لا يأكل من حلال. ولذلك تعلمنا بنت بائعة اللبن عندما نادت عليها أمها يوما: يا بنيتي اخلطي اللبن بالماء. والدافع وراء خلط اللبن أن تكسر اللبن فتزيده رطلا أو رطلين أو ثلاث أو عشر أو عشرين أو مئة أو ما إلى ذلك، طمعا في أن تزيد في دخلها. يعني ده المبيع 10 كيلو لبن، لما تزودهم 5 كيلو ميه هيبقى 15 كيلو لبن، فهتاخد 5 كيلو زياده. فطمعا في المال: يا بنيتي اخلطي اللبن بالماء. فردت عليها ابنتها قائله: يا امه، اما علمت ان امير المؤمنين نهى عن خلط اللبن بالماء؟ تقول لها: وده كان من ضمن الأمور المستحدثة بعد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يخلط الإنسان اللبن بالماء، لم يعرف قبل ذلك. ولكن كانت هذه المرأة ممن كانت في بواكير الفاعلين أو الآمنين، فقالت لها: يا بنيتي، يعني تقول هناك قانون ونهى أمير المؤمنين عن ذلك، يا بنيتي وأين أمير المؤمنين منذ الآن؟ نظرة قاصرة
وظن قريب وشريفنا. فردت عليها بلسان وافق: إن كان أمير المؤمنين لا يرانا فإن رب أمير المؤمنين يرانا، معللة أنها لا تأتي لهذا لأنها تراقب الله عز وجل وتلتزم لما أمر الله وتبتعد عما نهى عنه الله عز وجل، وهو قول الحبيب المصطفى: من غشنا فليس منا. يبقى كل ان انت تلتزم بالطاعات وتبتعد عن المحرمات تعيش في سلام، لان هناك اناس يصلون ويزكون ولكنهم والعياذ بالله يعصون ويرتكبون المعاصي صغيره كانت او كبيره، ويريدون ثم يتوبون بعد ذلك، لكن الاسلام حذرنا من ذلك، لدرجه ان تجرأ شاب وذهب الى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، رجل مسلم مؤمن، ائذن لي في الزنا. يعني انا اصلي ازكي واصاحبك واسمع، ولكن استسمح ان تاذن، يعني يريد ان ياخذ حكما من رسول الله لكي ياذن له والعياذ بالله في الزنا. وكان هذا من حكمه الحبيب المصطفى في الرد صلى الله عليه وسلم، لم يرد عليه قائلا هذا محرم او تلك كبيره. ولذلك احيانا لا ترد على من يحدثك او يجادلك ردا فيه تحريم او فيه تكبير او تصغير، هو لا يحتاج ذلك، هو يعرفه، ولكن ربما يحتاج الى رد يقنع العقل. فسيدنا النبي لم يقل لو حرم الله عز وجل الزنا وهذا محرم وهذه كبيره، لكنه رد عليه ردا منطقيا عقليا يعالج القصور عند هذا الشاب وعند غيره من الشاب. يا هذا، أترضاه لأمك؟ يعني أترضى هذا الزنا أن يزني أحد والعياذ بالله لأمك؟ فرد الشاب متعجبا مستغربا: لا يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: فكذلك الناس لا يرضون لأمهاتهم. يا هذا، أترضاه لأختك؟ قال: لا. قال صلى الله عليه وسلم: فكذلك الناس لا يرضونه لأخواتك. يا هذا، أترضاه لابنتك؟ أترضاه لزوجتك؟ أترضاه لعمتك؟ وفي كل مرة يقول الشاب: لا. فيرد عليه الحبيب المصطفى: فكذلك الناس لا يرضونه لا لزوجتهم ولا لأمهاتهم ولا لبناتهم ولا لخالتهم ولا لعمتهم، إلى آخر ما قال له الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. فرد عليه الشاب قائلا: يا رسول الله، جئتك ولا شيء احب الى قلبي من الزنا، واخرج من عندك الان ولا شيء ابغض الى قلبي من الزنا. فوضع الحبيب المصطفى يده اليمنى على ظهره موازيا قلبه قائلا له وداعيا له: اللهم طهر قلبه وحصن فرجه. فكان المعاصي والعياذ بالله تفعل الران على القلب وتطغي الانسان لكي يزداد في معصيته فلا يستطيع ان يعيش في الانسان. فضلا عن ذلك، عن المعاملات مع الناس، اذا كنت تعامل الناس اخذا وردا فعليك ان تعاملهم بصدق. عامل الناس بما تحب ان يعاملونك به، حب لاخيك ما تحبه لنفسك. قال صلى الله عليه وسلم في حديث طويل او في احاديث كثيره، منها: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. والله لا يؤمن من، يا رسول الله، من لا يامن جاره موادقه، حتى المراه يوم ان توفيت وشهد لها الجميع بالصلاه والصيام والقيام انها صوانه قوامه، الا انها كانت تؤذي جيرانها بلسانها، لم تسالم الناس، لم يسلم الناس من لسانها ولا من أذاها. فقال عليه الصلاة والسلام: لا خير في عبادتها، وفي رواية: لا خير في عبادتها، هي في النار والعياذ بالله. فلكي تحيا في سلام عليك أن تسالم الناس في المعاملات، إذا عاهدتهم فلتوفي بعهدك، وإذا آمنوك فلتؤدي الأمانة إلى من ائتمنك. إذا فعلت ذلك بينك وبين نفسك ومع الله ومع
مع المجتمع ومع الناس ساعتها ولحظتها تستطيع أن تقول أنك تعيش في سلام نفسي تطمئن لعطاء الله ولقدر الله وتظن أو تظن في الله أنه لن يخذلك. فإن نبي الله إبراهيم عندما وضع في النار لم يقل أنا نبي الله وأنا رسوله وأنت الذي أرسلتني فلما تتركني إلى هؤلاء يضعونني هكذا، ولكنه كان واثقا بوعد الله وبنصره له، فقال وهو في النار جعل يوضع ويقول أهلا بقضاء الله وبعطائه مما نادى الله عز وجل على النار مخاطبا إياها يا نار كوني بردا وسلاما عليه إبراهيم، ومما نادى الله عز وجل على السكين يوم أن أمر إبراهيم أن يذبح ولده إسماعيل عليهما وعلى جميع الأنبياء والمرسلين أفضل الصلاة وأتم التسليم، وفديناه بذبح عظيم. لأن الله إذا كنت عندك ظن في الله أو حسن ظن أن الله هو الرازق وأن الله هو الكافي وأن الله هو الشافي، فما عليك إلا أن تأخذ بالأسباب وتتوكل على الله وتترك النتائج إلى الله سبحانه وتعالى، فإن ذلك فإن الله سيرزقك وسيكفيك وسيشفيك بإذن الله عاجلا أم آجلا، لكنك إن حييت في سلام تكون مطمئن القلب راضيا بعطاء الله. إن ذكرته اطمئن القلب بالذكر، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ولما لا، وجعل الله عز وجل السلام في ليلة القدر، إن أنزلناه في ليلة القدر إلى أن قال سلام هي حتى مطلع الفجر، فلنعلم أبناءنا هذا المعنى من خلال تحية السلام ومن خلال إلقائنا للسلام، وأن نحن نقول في التشهد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فلنتخلق بالسلام وبأخلاق السلام في بيوتنا ومع نفوسنا ومع مجتمعنا حتى نحيا في سلام وندخل جنة ربنا وهي السلام وندخلها بسلام إن شاء الله. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم في هذا اليوم الكريم أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم ارزقنا السلام في حياتنا وارزقنا السلام يوم القيامة يا رب العالمين، واجعلنا من أهل جنة السلام يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وبارك لنا في أولادنا ووفقهم في امتحاناتهم يا رب العالمين، وبارك لنا في أزواجنا وبارك لنا في أرزاقنا، واكفنا شر ما أهمنا وما أغمنا، واشف يا رب العالمين أمراضنا وارحم أمواتنا، واحفظ بلادنا أمنا في أوطاننا، اجعل بلدنا مصر أمنا أمانا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، اللهم آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله، هي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا